عليكم أبنائي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد للمادة نشاط علمي، والموضوع كيف تتنقل الحيوانات في الهواء. وقبل ذلك لا بد من تذكير المكتسبات السابقة حول أعضاء التنقل عند الحيوانات في الماء. لاحظوا ماذا تستعمل السمكة لكي تتنقل في الماء؟ لو قلنا تستعمل الزعانف والذيل، كذلك بالنسبة للفقمة تستعمل الطرفين الأماميين المجدافيين. نعم، كذلك بالنسبة لهذا النوع من الأسماك الذي هو يسمى الدولفين يستعمل الطرفين المجدافيين، وهما يشبهان المجدافين اللذان يستعملهما البحار عندما يسوق هذا الزورق. نعم، إذا الآن تابعوا معي إلى هذا الحيوان. ماذا يسمى هذا الحيوان؟ إنه طائر النسر، والنسر طائر من الجوارح وهو كبير الحجم. لاحظوا كذلك هنا، لاحظوا الريش، الأجنحة، لاحظوا هذه الصورة كذلك. ماذا يسمى هذا الطائر؟ يسمى بالخفاش. نعم، الخفاش كذلك يطير مستعملا الأجنحة أو أطرافه أو الطرفين الأماميين، والنسر يستعمل الأجنحة. إذا ما هو التساؤل وما هي التساؤلات التي يمكن أن نطرحها هنا؟ جيد، إذا أسأل عن طول، ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من الطيران؟ أعيد، ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من الطيران؟ ما هو الجواب في نظركم؟ إذا أقترح جوابا، مثلا تتوفر الحيوانات الطائرة على أجنحة تمكنها من الطيران. تتوفر الحيوانات الطائرة على أجنحة تمكنها من الطيران. ننتقل الآن إلى مرحلة الإنجاز ونلاحظ هذه الصورة. لاحظوا هذه حمامة، ماذا تستعمل الحمامة؟ نعم، تستعمل الحمامة الأجنحة. نعم، تستعمل الحمامة الأجنحة. لاحظوا الخفاش، ماذا يستعمل الخفاش؟ الخفاش كذلك يستعمل الأجنحة. لاحظوا يستعمل الخفاش الأجنحة. إذا تستعمل الحمامة الأجنحة والخفاش كذلك يستعمل الأجنحة. كيف جناح الحمامة؟ كيف جناح الحمامة؟ لاحظوا، إذا نقول ماذا؟ جناح الحمامة مكسو. لاحظوا جناح الحمامة مكسو بالريش، وجناح الخفاش، لاحظوا جناح الخفاش هل يشبه جناح الحمامة؟ لا يشبهها. إذا فنقول جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي. إذا لاحظوا ماذا نستخلص الآن من هذه المعطيات؟ نعم، نقول تتنقل الحيوانات في الهواء عن طريق الطيران بواسطة
أجنحتها التي تكون مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. إذن هذه الحيوانات التي هي الخفاش والحمامة، الحمامة أجنحتها مكسوة بالريش، والخفاش حيوان مكسو أو أجنحته مكسوة بغشاء جلدي. ننتقل الآن إلى تثبيت هذه المعطيات. لاحظوا هنا، هذا خفاش وطائر. إذا الطائر إذا كان جناحه مكسوة بالريش يلونهما بالأخضر، وهنا الخفاش جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي لوناه بالأسود. لاحظوا هذا لون أسود وهذا لون أخضر. اللون الأخضر يشير إلى أن الجناح مكسو بالريش، واللون الأسود يشير إلى أن الجناح مكسو بغشاء جلدي، وهذا هو الخفاش. لاحظوا الآن هذه الصورة كذلك. إذا الإنسان مثلا، لاحظوا الإنسان يجري، يمشي، يسبح، ولكن لا يطير، فاخترع وسيلة تساعده على الطيران، وهذه الوسيلة التي اخترعها تشبه الطائر. لاحظوا طائرة، لاحظوا تشبه طائر، جناح طائرة، لاحظوا يشبه جناح طائر كذلك. لاحظوا رأس الطائرة يشبه رأس هذا الطائر. نعم، هناك أوجه شبه كثيرة. إذا راجعوا الدرس جيدا. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.